قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئة التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية. في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة، قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورات، والذي أظهر مدى ما وصل إليه المتدربون من مستوى متميز على يد نخبة من المتخصصين في مجالات عملهم. كما تم عرض الموقف التدريبي الذي تضمن شرح برنامج الدورات وما اكتسبه المتدربون من مستوى علمي ومعرفي، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة. وألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر في تدريب وتأهيل العاملين بوزارة النقل، وذلك من خلال إعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الانضباط الذاتي مؤهلة بالعلوم الحديثة بما يواكب التطور التكنولوجي المتلاحق في مختلف المجالات. أنا فعلاً سعدت جداً 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 بفكرة البحث وبأسلوب تناول هذه الفكرة. البحث بيظهر فعلاً تعاون وزارات الدولة وأجهزة الدولة المختلفة في تحقيق الأمن القومي. فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر لتخريج أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة. وأعرب الدارسون عن شكرهم للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام خلال فترة التدريب. أتوجه بخالص الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية وعلى الدور العظيم اللي بيقوموا فيه في إعداد الشباب وإعداد جيل المستقبل. قدرنا كمان إن إحنا على الجانب العلمي والثقافي إن إحنا ندرس بعض العلوم اللي هتفيدنا في مجال شغلنا. اتعلمت حاجات كتير طبعا، اهمها ازاي اكون قائد في مكاني بغض النظر انا هكون في يعني وظيفتي هتكون ايه، واحافظ دايما على علاقتي بالمرؤوسين، وده بالنسبه لي حاجه مفيده ليا كالميدان بتاعي اللي هو في الموقع، ان شاء الله هتكون دافع ليا كبير. استفدت ان انا دوري كشغلي يعني مرتبط بالامن القومي بتاع وطني، يعني مش عشان انا مثلا شغاله في مجال أحس إن هو منفصل عن الأمن القومي، لأ أنا دوري ليا دور وبيأثر على الأمن القومي، كمان إن شغلي كمان مرتبط بالوزارات التانية. كل هيئة على حسب التخصص سواء مدني أو اتصالات أو عمارة كان بيجي لنا مدربين عشان نقدر نواجه سوق العمل بعد كده. وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة. حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارتي النقل والمالية.